يعطيكم العافية جميعا على الحضور. معانا اليوم أستاذ وليد البلاع، مستثمر رأس مال جري، يملك خبرات متنوعة في صناعة التقنية وتطوير الأعمال في السعودية وخارجها. شارك أيضا في تأسيس صناديق رأس المال جري، ويقوم حاليا بالإرشاد لعدد من الشركات الريادية المحلية. حياك الله أستاذ وليد، وشكرا لك لقبول الدعوة. شكرا لكم، حياك الله. طيب أستاذ وليد، اللي احنا نفضل أنه ضيفنا يأخذ راحته، فالآن المجال مفتوح لك وراح نرجع لك مع وقت. الله يجزاه خير، وألف شكر أخت مجاد، وأتشرف صراحة بالعودة لمدرستي الأولى شركة علم، ودائما سباقين للمفيد المنظومة. الموضوع اليوم يمكن يعني غريب شوي، لكن أحس أنه جدا مهم ويأثر على كثير من القرارات، اللي هو كيف نقرأ اتجاهات في السوق، اتجاهات الموجودة في التقنية، وش أهمية اتجاهات أساساً. فإذا سمحتوا لي بشارك بالشاشة، وهي رحلة استكشاف راح نعملها مع بعض. بمشي على جدول ملاحظات أتبع فيه بعض الأمور الخاصة بالاتجاهات، بشارككم فيه، ويمكن نطالع بعض الرسمات اللي لها علاقة. طيب، ما نقدر نتكلم عن اتجاهات بدون ما نتكلم عن نوكيا. يعني في وقت من الأوقات كانت نوكيا هي إمبراطورة الاتصالات حول العالم، هي ويمكن بلاك بيري، والقدامى فينا يمكن يتذكرون كيف كان صعب جدا أن الواحد يتخيل أنه هذول الشركات يعني بيجي وقت ويركنون في زاوية التاريخ، وعلى قبل شركة من قبل يعني شركات ما لها أي علاقة بالاتصالات، شركات شغالة على مجال الكمبيوترات، على موضوع محركات البحث اللي هما أبل وجوجل. فكيف صار الشيء هذا، وهل صار فجأة أم لا؟ هذه كلها عبارة عن دراسة للاتجاهات. زاوية أخرى في مجال الإعلام، يعني في مرة من المرات تايم وورنر كانت عملاقة في مجال الإعلام المرئي، وسئلوا عن نتفلكس في بدايتها، فكان يتهكم رئيس التنفيذي لتايم وورنر في 2010 ويقول يعني تسألوني عن نتفلكس كأنه الجيش الألباني راح يسيطر على العالم، وكذا هو يتهكم بالجيش الألباني ونتفلكس. اليوم تايم وورنر ليست شركة مستقلة، طاح فيها الحظ وأصبحت الآن ضمن ممتلكات شركة AT&T، ونتفليكس قاعدة تنمو بقوة، قيمتها السوقية تتجاوز يمكن 150 مليار ويمكن أكثر بعد نتائجهم المشجعة أمس. فالاتجاهات هي عبارة عن التغييرات اللي قاعدة تصير في السوق. التغييرات هذه أحيانا تكون واضحة، أحيانا تكون تحت التيار ما تبان لنا بشكل واضح، لكن الثابت دائما هو عملية التغيير. والتغيير هذا دائما يصير ويهمنا، لأنه يغير ثلاث أشياء أساسية. يغير في ما نسميه برك الربحية أو برك القيمة. لما نطالع أي قطاع أو سوق معين، القيمة متوزعة فيه بين الأطراف المختلفة. لو نطالع مثلا الرسمة الموجودة هنا، هذا السوق مثلا السيارات أو المركبات، عندنا صناعة السيارات، عندنا الموزعين اللي يبيعون السيارات، عندنا الناس اللي يعملوا التأمين على السيارات هذه أو الصيانة. لو نلاحظ هنا العمود أو يعني الواي أكسس، العمود الطولي، هذه نسبة الربحية عندهم، بينما بالأفقي عندنا كم حجم الدخل اللي حيسيطرون عليه داخل القطاع هذا. فنلاحظ مثلا صناعة السيارات، أول حاجة أنه عندهم فعلا سيطرة كبيرة على الدخل العام للقطاع، لكن ربحية قليلة، عكسهم مثلا أصحاب الضمان. هذه يعني توزيعة الأرباح داخل سلسلة قيمة معينة يحتاجون كلهم بعض، لكن توزيعة الأرباح هذه فيها شيئين، فيها وين الربحية الأكثر، وفيها الجزء الثاني من اللي يملك القوة السعرية، قوة التسعير داخل المكان هذا. وهذه الأشياء يحكم أشياء كثيرة، من ضمنها مين اللي يملك العلاقة مع العميل مثلا، مين اللي عنده الأشياء الأساسية والندرة في القطاع هذا، اللي يملك الشيء النادر غير الشيء الشائع.
هو اللي بيحدد طريقة عمل السوق. وهذه أشياء المحددات يعني تستمر طالما ما في أي متغيرات جديدة تدخل على اللعبة وتغير قواعدها. وهنا يجي دور التغيرات السوقية، مثلاً شهية المستهلكين، التنظيمات، اقتصاد الدول، الحروب الاقتصادية بينها، أو تجي تغيرات تقنية معينة مثل تقنية جديدة زي ما احنا شايفين الآن مع شركة تسلا بالسيارات الكهربائية، كيف بدأت تغير فعلاً في الربحية هذه وقاعدة تهدد بإعادة تشكيل السوق بشكل كامل. نطالع نفس الشيء في المجال المالي لما نشوف البطاقات الائتمانية، لو طالعنا بركة القيمة فيها بنقدر نقسمها إلى ثلاثة برك. البركة الأولى السوق اللي متخصص في الحصول على العملاء، الجزء الثاني التمويل للعملاء هذول، والجزء الثالث اللي له علاقة بالجزء الخدمي أو سيرفيسينج الموضوع. طبعاً أنا أفضل التقنية، فهذه خريطة قديمة لصناعة التقنية أيام الحاسبات الشخصية، ونلاحظ كيف مثلاً كانوا اللي يصنعون المعالجات هم اللي عندهم ربحية عالية رغم أنه دخلهم بالسوق قليل. هذه الخريطة الآن ألغيت تماماً لما جاء الموبايل، لما جت الحوسبة السحابية، لما صار فيه البرامج كخدمات. هذه الاتجاهات كلها غيرت الخارطة بشكل كامل، صار الآن يعني الشركة زي انتل تحت المحك وتحت التهديد. نسمع الآن عن آبل يمكن طلع اللابتوب الجديد بمعالجات مختلفة غير انتل، وحتى القيمة لو استمرت مهيب زي أول. حتى بالنسبة لإنشاء الشركات، المنافسين الجدد اللي بيدخلون على السوق الآن الاتجاهات التقنية ساعدتهم أنهم يدخلون بشكل أسهل وأربح بكثير، وحتى احتياجهم للتمويل تغير. يعني في عام 2000 قبل الفقاعة التقنية، علشان فقط تقول بسم الله وتنشأ شركة تحتاج 5 مليون دولار، تحتاج تشتري الخوادم، تحتاج الفريق، تحتاج تعمل ترخيص للبرامج اللي تبي تشتغل عليها على أساس تطلع منتجك. بعدين شوي شوي لما بدينا نشوف التغيرات اللي صارت في السوق صارت 500 ألف، شفنا بعدين الكلاود صارت 50 ألف، 2011 5000، الآن يمكن ما تحتاج إلا 500 دولار عشان تطلع شركة على الكلاود وتبدأ تنشرها بين الناس. هذا غير قواعد المنافسة وفتح الباب على مصراعيه للاعبين الجدد. والآن حتى في كلام أصلا يمكن حتى الخطوف الدانية، الأشياء السهلة اللي كان ممكن تسويها أول تغيرت، ونبدأ الآن نشوف دورة جديدة عشان تنافس ترجع تحتاج فلوس كثيرة، وهذه يمكن نتكلم عنها فيما بعد. فسواء أنت يعني في السوق شركة كبيرة أو شركة صغيرة تبي تلاحق الفرص واستراتيجية النمو خاصة فيك، والاستراتيجية النمو هذه تبغى تبتعد عن حاجتين: الجزئية اللي فيها الريد أوشن اللي فيها زحمة، خلاص هذه أشياء شائعة أي واحد يقدر يعملها، نسبة الربحية قليلة جدا والفشل كبير، وعكسها اللي يسمونها منطقة الكاميزاكي لأنها انتحارية، اللي لو تحاول تسبق الاتجاه تسبق السوق كله، السوق لسه مو مستعد أو التقنية حتى ميب جاهزة ولا هي بناضجة على أساس أنها تأدي تطلع المنتج اللي أنت تبغاه. فالمنطقة الفرصة الحقيقية هي بينهم هنا. فقراءتك للسوق وين نضج الاتجاه اللي أنت تبغى تعتمد عليه وتطلع عليه جدا مهمة، سواء كنت شركة كبيرة أو شركة صغيرة. لما نتكلم عن اتجاهات، في اتجاهات سوقية تقنية، في اتجاهات يسمونها اتجاهات الضخمة الميجا ترندز، هذه الاتجاهات الماكرو اللي تأثر على العالم كله، زي الآن نشوف مثلا الكورونا وتأثيرها، التغير المناخي، العولمة سواء المد أو الجزر اللي قاعد يصير الآن في العولمة. هذه ما راح أتكلم عنها كثير، لكن هي دائما ببالنا لأنها تأثر على كل شيء حولنا. الابتكار وعلاقته بالاتجاهات جدا مهم. يعني لولا ان الامور تتغير كان الى الان نشوف شركه زيروكس مثلا وكاداك هي اللي مسيطره على السوق، بينما لا، نشوف دائما الشركات الجديده تطلع لانه اتجاهات تتغير وتفتح الباب او الفرص للشركات انها تبتكر، سواء بوجود اتجاهات تقنيه مثل الذكاء الاصطناعي وش الأشياء اللي يفتحها للشركات، أو تغيرات في السوق مثلاً ضغوط أكبر من التنظيم أو حتى ضغوط أقل. يعني النهضة الآن نشوفها في السعودية في الشركات الريادية ودخولها للسوق وتغييرها حتى لعلاقة المطاعم مثلاً بالعملاء، لما دخلت شركات التوصيل الرقمية بالخط
كان بسبب تغييرات تنظيمية درجة كبيرة، غير الأشياء التقنية اللي مكنتها للشيء هذا. طبعاً في قاعدة مهمة في قراءة الاتجاهات تتعلق بتحيزاتنا الذهنية في قراءتها، وفي قاعدة يعني تختزل الموضوع هذا اسمها قاعدة أمارة، أنه إحنا أحياناً نبالغ في تقدير تأثير الاتجاهات على المدى القصير، ونعتقد أنها فعلاً تعمل حاجة على السريع. يعني شفناها الآن مثلاً في العملات الرقمية، شفناها في الذكاء الاصطناعي، ونشوفها في أشياء كثيرة، بينما التأثير اللي يجي على المدى الطويل يكون في نوع من التفريط، فنقلل من أهميته وما نطالعه بشكل كبير. Again يعني الذكاء الاصطناعي، العملات الرقمية، الطباعة المجسمة، صعب انك توقتها، وعارفين ضخامة التأثير اللي ممكن تسوي لما تيجي، لكن كثير من الناس يغسلون ايدهم منها لما يشوفون انه موضوع جدا طويل. وعشان كذا يعني غارتنر سمت النموذج اللي يتبع دورة حياة التقنية سموه بمنحنى المبالغة الهايب سايكل، لأنها فعلا عبارة عن توقعات الناس في قراءة مدى نضج التقنية وجاهزيتها. ففي البداية ما حد يعرف عن التقنية هذه، بعدين نبدأ نسمع عن نماذج أولية وعن حماس الناس اللي في العالم البحوث حولها، فترتفع التوقعات بشكل كبير، هذه يعني قمة المبالغة. وبعدين نكتشف أنه التقنية فعلا هي بجاهزة، ولا هي بقد المبالغة والتوقعات اللي كانت موجودة، فتخسف المبالغات اللي فيها وتنزل بشكل كبير، ويسمونه وادي التوهم، وخلاص الناس يعني غسل إيده منها، بينما في ناس لا مؤمنين فيها ويكملون العمل عليها وتكتمل معها عناصر أخرى تساعدها. نتكلم عن عناصر هذه بعد شوي. وبالأخير فعلا التقنية تحقق المبالغات اللي كانت موجودة، بس بعد حين بعض الناس حاولوا يصورون رحلة التقنية بطريقة أخرى منذ ولادتها على اليسار في الرسمة، إلى أنها في البداية تكون حاجة يعني تبنى خصيصا لكل حل، بعدين تتحول إلى منتج، وبعدين تحول إلى شيء شائع الجميع يعمله، إلين يجي منتج آخر يصير صعب على المنافسين يعني يقدمون قيمة مشابهة له، وتتغير برك القيمة من جديد. في صورة ثانية أهل التسويق يحبونها تختزل أيضا مسألة التوقعات، بس هي تختزل تبني الناس للتقنية. فلما تطلع تقنية جديدة مثلا الجوالات، أنا أتذكر لما دخلت في عالم الجوالات الذكية كانوا الناس يستغربون ليش أنا داخل فيها، وش اللعبة هذه اللي قاعد تلعبها؟ هذا كلام يمكن قبل 2000 99 2000، كل الناس ما هم النوكيا بلاك بيري، وأنا أشيل الجوال هذا الكبير اسمه باكت بي سي. طبيعي الناس يعني ما تتحمس له، البطارية قصيرة المدى، الجهاز ثقيل، صعب الاستخدام، الواجهة. فهذول الناس اللي يتبنونا في البداية جدا قليلين، ونسميهم إحنا الأرلي أدابترز، المتبنين الأوائل أو رواد التبني. وبعدين شوي يعني يزيد إلين توصل إلى حائط معين، التقنية فعلا ما نضجت بشكل كبير، ما هي بجازة بقية السوق، فتقعد في برزخ. البرزخ هذا أو الهوة اللي إحنا شايفين يسمونه ذكازم أو الهوة، التقنية تتوقف تغرز هنا شوي، ما تتحرك بالشكل اللازم، إلين تيجي تغييرات معينة، زي لما صار في عالم الجوالات جت أبل وجت جوجل، فغيرت بعض المفاهيم اللي تبنى عليها الجوالات الذكية، والآن نشوف 4 مليار مستخدم للهواتف الذكية. فنشوف كل الناس بدأوا يستخدمون الجوالات، وصارت الجوالات الذكية يعني مفهوم شائع وقديم، ما حد حتى يفكر يعني هل هو ابتكار ولا لا. بعض الناس حاولوا يوفقون بين النموذجين، نموذج غارتنر والنموذج اللي هو بالتبني، وزي ما احنا شايفين الوادي هو يمكن الجزء اللي فيه اللي هو هذه، وكلها يعني كلمات توصف نفس التعبير. والحقيقة لو طالعنا مجموعة من الشركات اللي تتابع الاتجاهات راح نشوف يعني كلهم يعبرون عن نفس المواضيع بس بطريقة مختلفة، بعدسات مختلفة، ويمكن مناطق تركيز مختلفة. يعني نلاحظ مثلا فورستر وغارتنر في الرسمة هذه كلهم يعني يحاولون يركزون على الجزء الأفقي للتقنية أكثر من قطاع معين مركزين عليه.
بشكل عام. اللهم فورستر يمكن تركيزها أكثر ناحية القطاع أكثر شوي من غارتنر، بينما اي دي سي وفرقها عن غارتنر وفورستر أنها تحاول تركز أكثر على موضوع المنتجات نفسها، سواء كانت برمجيات أو عتاد أو خدمات، أكثر من موضوع هل الاستراتيجي أو هندسة الإجراءات اللي تابعة لها. هذه رسمة قديمة شوي، بس نشوف اللاعبين اللي يتكلموا عن اتجاهات لاعبين يعني كثار وكل ما يزيدون. لكن يظل الأصل في الموضوع، إذا أنت بي فعلا تدرس الموضوع بشكل مؤطر ومنهجي، هو النموذج اللي حطته كارلوتا بيريز. هذا كتاب على اليمين، هو المرجع الأساسي في الموضوع. وأنا كمستثمر يعني يعجبني النموذج، لأنه يفرق بين نوعين من التمويل للاتجاهات التقنية. في النوع اللي احنا نسميه مضاربة، وهذا هو رأس المال الجريء، يعني يراهن على تغيير معين، على قراءة الاتجاه معين، وهو الجزء اللي يعني نشوفه على اليسار. فهنا تشوف الحماس وتطرف للتقنية بشكل معين، وبعدين تجي مرحلة هي مرحلة إضافية للتقنية، بحيث خلاص قدرنا فهمنا التقنية هذه ونبغى ندخلها على باقي القطاعات، وبشكل يعني أقل ما يكون الصناعي. وهنا يدخل نوع مختلف من التمويل يسمى التمويل الإنتاجي أو التمويل الصناعي. الآن الناس تتساءل إحنا وين في موضوع التقنية الرقمية، اختلفنا اختلاف كبير. كارلوتا بيريز الحسن الحظ أفتت في الموضوع قبل أسبوعين، قالت إحنا لسه في المنعطف. فإذا أنت لسه مشتهي تبتكر وتقلب السوق، على الأقل بالنسبة لكارلوتا بيريز فالباب لسه مفتوح، يمديك تدخل. في حاجة لو تلاحظها فوق هنا اللي هو يسمونه منحنى الاس، الابتكارات والزعزعة اللي تصير معها تيجي على منحنيات. فالتقنية في البداية تبدأ بالنهاية السفلى للاس، وبعدين ترتفع مع ارتفاع انتشارها وقوتها ونضجها، وبعدين خلاص تتشبع التقنية هذه وتبدأ تنضج، يعني أقرب ما يكون في نوع من الانبطاح لها، لين تجي تقنية أخرى وهذا حرف الاس ويستبدلها. في ناس سهلوا المفهوم هذا، سموه الآفاق الثلاثة للتغيير. فنشوف انه المنحنى المعتاد اللي هو الوضع العمل وضع السوق كما هو، شوي شوي يدحدر يبدا ينزل، في محاولات لانعاشه. وهذا الافق الثاني، المنحنى الثاني اللي بالازرق، اللي نشوف فيه ابتكارات يعني صغيره بس على نفس المفاهيم اللي موجوده سابقا، بينما الابتكار الحقيقي يكون لسه مخفي ما حد شايفه ولسه الناس شغاله عليه، وهذا اللي فعلا بيجدد السوق هنا بالشكل الاخضر. فهذا الافاق الثلاثه احس انه يعني يسهل الموضوع بشكل كبير. الحين خلونا نربط الحزام شوي، لاني انا بقلب على النوتس ونتكلم يمكن جزء يعني اكثر عمق شوي. في النقطة ما ذكرتها بالنسبة ليش يهمني الاتجاهات، لأنه غير أنها توصف لك تحرك القيمة داخل السوق، وين القوة التسعيرية موجودة، ومن هو اللي فعلا مسيطر على السوق، كيف تتغير، أيضا يغير حتى الحدود بين القطاعات. يعني الآن مثلا في اللي شفناها مثلا في نوكيا قطاعات الاتصالات، نشوفها الآن حتى في الإعلام، بنشوفها أيضا في التعليم، نشوفها أيضا في الصحة، نشوفها أيضا في التقنية المالية. الآن الشركات التقنية المالية بدأت تنافس البنوك بأشكال كبيرة. بعض البنوك تضررت من الشيء هذا زي ويلز فارغو، وبعضها لا، قالت أنا بركب الموجة. جولدمان ساكس وجي بي مورغان، يعني أكبر شريك الأمازون هو الآن جي بي مورغان في موضوع المدفوعات. فالقطاعات شكلها تغير، مو زي أول اللي أنت تعتقد أنه المنافس جايتك منه فقط القطاع اللي أنت فيه، لا، المنافس الفعلي والمهدد الخفي بالنسبة لك قد يأتي من خارج القطاع من جهة أخرى ما كنت تتخيل لها علاقة بالموضوع. بعض الناس يخلطون بين حاجتين، الاتجاهات والسرد القصصي. يعني أحياناً واحد ممكن يسرد قصة معينة يقول أوكي، يعني أنا أتوقع أن العالم هذا شكله أقرب ما يكون الخيال العلمي، وهذا شيء جيد ومحفز وبالعكس ممكن يبنى عليه فيما بعد، لكن لا يعني أنه له صلة بالواقع. الاتجاهات هي أساساً لها اتجاه بالواقع، وهي نوعين، في اتجاه يعني مؤشرات خلفية ومؤشرات أمامية. في مؤشرات تقول لك وش صار سابقاً وتعطيك قراءة للي صار أساس
تحاول تحدد طيب وش اللي بيصير قدام. في مشروعات لا اماميه تستشرف وش اللي ممكن يصير قدام. وحتى هذه فيها اخطاء معينه بنتكلم عنها، هل فعلا نعتمد على اتجاهات بكل شيء ولا لا. تكلمنا عن الدورات الحياه للتقنيه، بس ايضا اتجاهات انواع. تكلمنا عن واحد من التصنيفات اللي هو التصنيف مثلا اتجاه تقني مقابل اتجاه السوقي. اتجاه السوقي مثلا نماذج الاعمال، في اتجاهات يسمونها اتجاهات دوريه، يعني كل تاخذ دوره معينه وتكمل الدوره هذه تبدا فيها من جديد. وهذه يمكن لو ارجع هنا للرسمه من الاشياء اللي مثلا نشوفها في التقنيه بين المركزيه واللا مركزيه. فبدت الحوسبه كمفهوم مركزي من خلال الحواسيب الرئيسيه المين فريم، وبعدين شفنا الخوادم والعميل، هذا مفهوم اللي طلع في الثمانينات الى 2000. وبعدين انتقل المفهوم مركزي مره ثانيه بين الموبايل والحوسبه السحابيه. والان ما تقدم التقنيه قلنا لا، ليش نعتمد على السحابه بكل شيء؟ نبغى ايضا الطرفيات يكون لها قوه. فالطرفيات اللي كنا نسميها في الستينات والسبعينات بالطرفيات الغبيه، الان صرنا نسميها الطرفيات الذكيه وصارت تنافس السحابه. فهذه الدوره بين مفهومين رايح جاي ياثر فيها التغييرات التقنيه اللي قاعده تصير، ياثر فيها ايضا الاحتياجات السوقيه لها. هذا كاركتير ظريف من يعني فيلم كرتون مشهور يمكن تعرفونه، بس الشاهد انه بالمستقبل ركبوا آلة زمن وواحد منهم رجع الى وراء فاكتشف غرف الهواتف هذه اللي بالعملة. فقال عجيب، عندهم الان يعني هواتف ثابتة بكل مكان، طبعا ليش تشيل الجوال؟ فرمى الجوال. فالتقنية تشتغل بطريقة غريبة، والناس يعني دائما ممكن يرجعون للأشياء اللي يبغونها. هذه برجع لها بعد شوي. بس أيضا في اتجاهات اللي هي على المستوى المصغر جدا اللي نسميها المايكرو، وفي الاتجاهات اللي قاعدة تأثر على العالم بشكل كبير أو الاقتصاد بشكل كبير، وهذه الماكرو. تكلمنا عن الأطروحات والسرد القصصي، بعض الناس يستخدمونه على أساس يستنتج بعض الاتجاهات. يعني لما تكلم مثلا عن مستقبل العمل، كيف يكون شكل العمل؟ واحدة من الأشياء اللي شفتها جميلة محاولة استشراف لمستقبل العمل، جمعوا مجموعة من أصحاب الخيال العلمي، حطهم غرفة مع الناس متخصصين في الموارد البشرية مع ناس متخصصين في قوة العمل، وقالوا يلا تكلموا كلكم مع بعض وخلونا نطلع سيناريوز أو سيناريوهات تتخيل كيف شكل الموضوع هذا. بعدين أخذوا السيناريوز هذه وعطوها كتاب خيال علمي آخرين وقالوا ابنوا منها قصص. ولما تشوف القصص هذه فعلا يعني تسهل عليك قراءة الاتجاهات اللي أحيانا تكون لخبطة مشبكة مع بعض، تفرقها بشكل معين وتقدر تقراها. فهذه طريقة أخرى لاستخلاص الاتجاهات. طبعا عندنا الموضات. الموضات ليست اتجاهات، ممكن تقول إنها اتجاهات، بس الاتجاه عادة يعني شيء مربوط بالواقع ويأثر على السوق بشكل واضح. الموضة تروح وتيجي، أقرب ما تكون إلى شيء اجتماعي منها شيء سوقي أو تقني. تكلمنا عن الاتجاهات اللي تمشي على شكل دورة، أو تخيل الساعة القديمة اللي تروح يمين أو يسار في البندلم. يعني واحدة من الأشياء الغير مثلا المركزية غير المركزية، ظاهرة أخرى تقرب لنا المفهوم، موضوع البحث مقابل التجميع اللي هو الكيوريشن بالانجليزي. يعني في البداية أول ما بدأت الانترنت ما كان في محرك بحث، كانت في ياهو، وكانت تعمل بوابة يجمعون فيها يدويا كل الروابط لها علاقة بموضوع معين، يحط لها تحت تصنيف باب معين. إلين كبرت البوابة هذه بشكل كبير وصار صعب أنك تلقى الشيء اللي تبيه، فبدأ صار في فرصة اللي يصنعون محركات البحث أنهم يجون يسهلون الموضوع. فصارت جوجل هي المسيطرة على السوق. الآن البحث صار جدا صعب، تطلع لك نتائج ما لها علاقة بالموضوع، وصار في احتياج كبير للناس اللي يساعدونك على تنظيم المواضيع هذه، يعطيك على الأقل مؤشرات وين تروح إذا تبغى تبحث على باب موضوع معين،
فرجعنا لموضوع الشبكات الاهتمام المشترك، زي الآن مثلا تويتر، واحدة من الفوائد للناس فيها أنه يساعدك على أنك إذا أنت تبحث موضوع معين تلقى مجتمع مهتم فيه، لهم هالاهتمام المشترك يتكلمون عنه سوا، فصير هي نقطة انطلاق لك في بحث الموضوع هذا. في موضوع مثلا في له علاقة باتجاه، وهذا نشوفه بشكل كبير ويستخدمونه كاستراتيجية كثير من الشركات للمنافسة، اللي هو تجميع مقابل التفريق في تقديم حزمة الخدمات اللي تعطيها للناس. فلما تشوف شركة كبيرة مثلا راح تلاحظ انه كثير من الخدمات تجمعها داخل حزمة واحدة وتقدمها للسوق بشكل يعني واحد ما تقدر تفككها. فيجي لاعب مثل البرمجيات كخدمة اللي احنا نسميها أساس، يقول لا انا مركز مثلا على جزئية واحدة في المواد البشرية اللي مثلا عملية الرواتب، انا بشتغل على هذه وبركز عليها. فيبدأ يفكك الحزمة هذه ويبدأ فيها، لدرجة القيمة اللي قاعد يقدمها لك تتفوق بشكل كبير على القيمة اللي ممكن تحصلها من حزمة الكبيرة. وبعدين نلاحظ بعد ما ينتصر ويبدأ يسحب القيمة هذه، يبدأ إيش يسوي؟ يبدأ يراكم أشياء ثانية فوقها. شفناها مثلا في جوجل لما عملوا جوجل داكس اللي هي الخدمات اللي تنافس مايكروسوفت أوفيس. في البداية فرقوا أشياء كثيرة اللي ما كان واحد يحتاجها من مايكروسوفت أوفيس، والآن لا، وانبسطوا الناس عليها، وبدوا الآن لا يضيفونه إلى صار في طبقات معقدة، ورجعوا الناس يتكلمون طيب يمكن أفضل لي إني أشتغل على مايكروسوفت أوفيس. فالدورة هذه دائما تصير في التقنية ونشوفها في نماذج الأعمال. من أشياء المفارقات أيضا نشوفها لما نتكلم عن أيام زمان قبل ما تطلع الشاشات الرسومية اللي نشوفها الآن، لأنك يعني تستخدم الماوس أو تستخدم اليد عشان تختار أيقونة معينة، كان لازم تكتب الأوامر اللي تبغاها على الشاشة، فهذه يسمونها command line أو يعني الطلب من خلال الكتابة. مقابل بعدين تطورت شوي شوي الواجهات الرسومية وصاروا يقدرون يرسمون على الشاشات، فصاروا الناس يفضلون الواجهات الرسومية. الآن نشوف لا، الواجهات الرسومية صارت أيضا عقبة لكثير من العمليات، وصار في تفضيل للكتابة. بدينا نلاحظ شيء اللي يسمونه الواجهات الحوارية. عندنا مثال ناصع وقوي جدا لها اللي هي شركة مرسول هنا في السعودية. فمرسول الآن واحدة من المزايا اللي موجودة فيه اللي لاقت قبول كثير عند الناس، ما يجبرك أنك تمشي في واجهة الرسومية وتروح من قائمة داخل قائمة داخل قائمة إلين تلقى الشيء اللي أنت تبغاه. لا، أنت تبغى شيء معين من المندوب، تعطيه أمر تكتب كتابة بالشاشة الحوارية ويرد عليك يقول هذا هو، لا تقول له لا أنا أبغى شيء فلاني، وتتفاهمون وكله من خلال النص وليس من خلال الشاشة الرسومية. طبعا هي هجينة الآن، لكن ولو هذه أيضا واحدة من التقلبات اللي تصير في الموضوع هذا. واحدة من الاتجاهات اللي نشوفها أيضا فيها كدورة تروح وتجي بين فترة وفترة اللي هي في نموذج الأعمال. هل يكون عندي نموذج أعمال بحيث أن المنظومة اللي أنا أخلقها في السوق تكون مقفلة مقفلة يسمونها الحدائق المسورة زي ما تعمل آبل، أم تكون مفتوحة زي ما تعمل جوجل في الأندرويد؟ الآن الناس كثير يفضلون آبل لأنه شافوا الحديقة المسورة هذه فيها على الأقل جودة من ناحية أن التطبيقات تشتغل مع بعضها بشكل أفضل أسهل على الناس، لكن توصل مرحلة تضارب المصالح اللي يصير مع الشركات الكبيرة مع وقت التقادم اللي يصير معها تبدأ شوي شوي يعني تنزل القيمة الموجودة هذه، يصيروا الناس يفضلون المنظومات. عفوا. طيب أكمل، جتني إشارة توقيف من نوف. ألو، تفضل. معلش بس ما تسرع مرة. أبشري، بطي شوي شوي. نرجع لاتجاهات أخرى يعني نشوفها بشكل قوي، نتكلم عن اتجاهات اللي ما تمشي على دورة، اللي فعلا يعني اتجاهات مستمرة، ما أعرف ترجمتها بالعربي بس يسمونها secular trends. هذه اتجاهات يعني حاصل بغض النظر عن الأحداث اللي تصير في العالم. واحدة من أجمل الأطروحات اللي قاعدين نشوفها تتحقق في العالم هي أطروحة مارك أندريسن، اللي طور أول متصفح للشبكة، اسمها الأطروحة أو عنوانها البرمجيات تأكل العالم. وش قصده مارك؟ أنه اللي قاعد يصير الآن هو التحول الرقمي في كل القطاعات،
التحول الرقمي شفناه في الاتصالات، شفناه الآن في القطاع المالي، بدينا نشوف تأثيره في قطاع التجزئة بشكل قوي. يعني شركة الشائع مؤخرا يعني أعلنوا خسائر في أو انخفاض الربح 95%، وكان ضريبة قوية لتأخرهم في الرقمنة، بينما كارفور شاف ارتفاع 1000% تقريبا مع التحول السريع أو القرض السريع للناس إلى القنوات الرقمية. طيب وين القطاعات الأخرى اللي لسه ما أكلتها البرمجيات؟ يعني قاعدين نشوف الآن مثلا الصحة، التعليم في شوية تقدم في الموضوع، الإنشاءات والمساكن في مقاومة كبيرة، في مشاكل هيكلية إلى الآن تسبب تحديات للأطروح أنها تتنفذ، لكن التحديات هذه ممكن تكون فرصة لشغال في مجال التقنية، لأنه معناها أنه ما في زحمة على بركة الأرباح وفرصتك في زعزعة السوق هناك أكبر. أيضا لما نتكلم عن الاتجاهات نشوفها بشكل واضح في سلاسل الإمداد. سلاسل الإمداد نشوف يعني التقلب في بين أنها تكون مركزة عند لاعبين قليلين، أو أن تكون فرقة بين لاعبين كثار وصغار. اللي شفناه الآن من كورونا والهزة اللي صارت العالم بسبب تمركز سلاسل الإمداد في الصين، وكذلك قبل الموضوع هذا لما الحرب الاقتصادية اللي بين أمريكا والصين وانتقال بعض التصنيع إلى خارج الصين، بالإضافة إلى الجهة التقنية مثل الطباعة المجسمة اللي هي 3D printing، وتوفر البيانات ووجود المنصات السوقية، هذا كله يساعد على تغيير سلاسل الإمداد وفك الاحتكار اللي قاعد يصير فيها. في حاجة اسمها الدرج، وهذه كثير من الناس يعني تفوتهم، هل أبني منصة أو أبني منتج؟ ففي اتجاه معين قاعدين نشوفه إحنا ونقرأ، وهذه من أحد المستثمرين اللي هم يونيون سكوير حطوه، اللي يتكلموا عنه العلاقة الاتجاهية اللي بين المنتج وبين المنصة، أنه عادة الناس تحاول تروح تبني منصة وتفشل، لأنه أنت تحط افتراضات كبيرة عن وش اللي يحتاج السوق في المنصة هذه قبل ما تختبر سلسلة القيمة، قبل ما تختبر الأطراف الأخرى اللي بتكون بالمنصة هذه. بينما الاتجاه اللي نجح تاريخيا هو أنك تبني منتج، والمنتج هذا شوي شوي تبني من تحته المنصة. شفناها في السبعينات من خلال الإيميل، وبعدين طلعت بروتوكولات الإنترنت، شفناها في الشبكات الخاصة وبعدين وجدتنا الشبكة العنكبوتية، شفناها في الفترة الأخيرة الآن في موضوع التطبيقات الخاصة بالشبكات الاجتماعية. فهل بكرة بنشوف منصة تسمح بالشيء هذا؟ وقدين نشوفها مثلا في الشبكات الاجتماعية اللامركزية، في محاولات حثيثة للموضوع هذا. من الأشياء الصعبة جدا وهنا اللي يحترقون ناس كثيرين هي محاولة توقيت الاتجاه. يعني محاولة معرفة التوقيت جدا جدا صعبة. يعني مثلا الحماس اللي صار في الذكاء الاصطناعي صحيح انه حقق نجاح كبير في تعلم الآلة، لكن مثلا شفناهم مغرزين الآن في موضوع السيارة ذاتية القيادة. كثير منهم الآن يواجهون مشاكل، كثير منهم الآن بدأوا في تسريح الموظفين عندهم، لأنه اكتشفوا أنه التقنية لسه ما هي جاهزة لوضع معقد مثل كيف السيارة تقود ذاتها. أحياناً الاتجاهات تصطدم بالخنادق الدفاعية. يعني مثلاً إذا أنت شركة مبتكرة وراكب اتجاه تقني معين، اتجاه سوقي معين، ممكن تواجه صعوبة أن الاتجاه هذا ما راح يمشي بسرعة اللي انت بيها، لأنه المسيطر على السوق، المتسيد السوق عنده خنادق دفاعية قوية، وخنادق دفاعية نقصد فيها مثلا قنوات التوزيع. وشفناها الآن مثلا في شركة زي سلاك ومايكروسوفت تيمز. الآن في علم مثلا أنتم تستخدمون مايكروسوفت تيمز، لكن تيمز فعليا بني على فكرة سلاك، لكن مايكروسوفت عندها قنوات التوزيع من خلال آفيس ومن خلال العقود اللي عندها مع الشركات،
فبالتالي قدرت تسبق سلاك في النمو بسبب الميزة هذه اللي عندهم في خندق الدفاعي. أحياناً تصلم الاتجاهات بما يسمى بالوزة السوداء. الوزة السوداء أنه شيء يصير مفاجئ، يمكن ما يحتاج أشرحها الآن في وضع الكورونا. كورونا بذاتها ليست وزة سوداء، جميع كان يتوقع أو كثير كان يتوقع أنه بتصير في أوبئة تنتشر في بقية العالم، لكن ما كان أحد يتوقعه التأثير من الدرجة الثانية. وش يصير لما الحكومات ما تقدر تتعامل حول العالم، ما تقدر تتعامل مع الوباء من ناحية السيطرة عليه، فتضطر أنها تعمل توقيف للأنشطة الاقتصادية والحظر اللي يصير في المنازل. هذه الهزة اللي صارت للسوق أثرت على كثير من الاتجاهات، سرعت بعض الاتجاهات زي الرقمنة، لكن أوقفت اتجاهات أخرى أو غيرتها. بعض الاتجاهات تتأثر بالتغيرات الديمغرافية اللي تصير، يعني لما شفنا مثلا سناب شات لما طلع في البداية، سناب شات استغل أنه في تغير ديمغرافي، أنه المراهقين وقتها ما كان يعجبهم الوضع في فيسبوك، وأنه عمانهم خالاتهم حتى أجدادهم أحيانا موجودين في فيسبوك، فما يحس أنه المكان اللي هو يبغى يختبي فيه مع أصدقائه. فسناب شات بطريقة الرسائل اللي تختفي ذاتيا كانت ملجأ كبير لهم. الآن مع تغير ديمغرافي اللي صار، سناب شات أيضا صارت قديمة، وبدأنا نشوف تيك توك هي المسيطرة على الجيل الجديد. أحيانا نشوف تغييرات اجتماعية اقتصادية تخلق أحيانا فرص. الآن مثلا واحدة من الشركات السعودية اللي في سيليكون فالي اسمها سيبلي، من الشركات اللي شغالة على موضوع الصحة النفسية عن بعد، مع ضغوطات اللي قاعدة تصير الآن في العمل قبل كورونا حتى، كثير من الشركات بدأت تفقد إنتاجية الموظفين اللي عندها. فالاتجاه هذا المتنامي فتح الباب لشركات تقدم حلول مبتكرة، بحيث أنه ما يحتاج للموظف أنه يضغط على نفسه يروح إلى مكتب علاجي، يقدر يتعالج، أو على الأقل في حالات البسيطة أو المتوسطة يقدر يعني يلقى ملجأ عن بعد. الاتجاهات أيضاً في أشياء تشكلها وتتحكم فيها، وأحياناً إما تضبطها أو تسرعها. يعني مثلاً لما نفكر العجلة تاريخياً، ليش تأخر اختراع العجلة؟ هل هو بسبب أنه الناس كانت غبية ما تعرف أنه الشيء الدائري أسرع من الشيء المربع؟ لا، غير صحيح. التأخر العجلة الفعلي صار يمكن أفضل ناس اختزلوه، أنه الناس ما كانت قادرة تتصور طيب كيف أحط عجلة في عربة، وأنه في إسطوانة معينة على طرفها ولازم يكون في محور لها يمسكها. هذه القدرة على تصور الشيء هذا ما كانت موجودة، وأحياناً العقلية هي تكون مثبطة لها. يعني الآن لما نفكر مثلاً موضوع الجوالات مرة ثانية، نوكيا هي اللي اخترعت الجوال الذكي، ويمكن القدامى فيكم كان عندهم جهاز الكوميونيكيتر. لكن مشكلة نوكيا ومشكلة مايكروسوفت إلى حد أقل أيضاً وقتها، أنه العقلية اللي كانت مسيطرة عليهم عقلية أنه هذا هاتف وبضيف عليه خواص معينة أستفيد منها من تطور الأشياء الرقمية، بينما أبل وجوجل جوها من زاوية أخرى تماماً، فكروا أنه المحور الأساسي الموضوع أنه هذا كمبيوتر يصادف يكون فيه هاتف. ولو تلاحظ الآن في استخدامنا الهاتف يمكن استعمالنا أقل بكثير من أول، ونعتمد على منصات التراسة زي واتساب أكثر مما نعمل المكالمات. فهذا تغير في العقلية أيضا هو اللي ساهم في انتشار الهواتف الذكية. لما نتكلم عن الوزة السوداء، طبعا فيها أشياء كثيرة نشوفها في أسواق أخرى غير الكورونا. يعني مثلا الحرب اللي صار الآن في أسعار البترول، جزء كبير السبب منها اتجاه تقني صار في أمريكا من ناحية تقنيات استخلاص البترول. أول ما كانت مجدية أن يعني تستخلص البترول في جزء كبير من الأراضي الأمريكية والكندية، إلين جت تقنية الفراكينج لاستخلاص البترول من الأرضيات هذه، وهذه غيرت معادلة السوق وغيرت السوق بشكل كبير. الآن نشوف تأثيره بشكل واضح. المشكلة اللي صارت في فوكوشيما في اليابان لما صار الزلزال وتأثر المفاعل النووي، هذه رجعت اتجاه التبني الطاقة النووية عقود كاملة على وراء.
جيت إيلون ماسك إلى الساحة غيرت في أشياء كثيرة. أنا ماني من هواة إيلون ماسك لكن ما أقدر أراهن ضده أيضا، لأن الرجال أثبت أشياء كثيرة في سواء في السيارات أو في تقنيات الفضاء. فمثلا مين كان يتخيل أنه شركات كبيرة زي بوينغ ولوكهيد مارتن تخاف من شركة عملت على نموذج ما كان أحد يتخيل أنه ممكن سابقا، اللي هو الصواريخ ممكن تطلع فوق وترجعها وتعيد استخدامها، وبالتالي يصير سعر إطلاق أقمار صناعية أو حمولة إلى الفضاء جزء بسيط من التكلفة السابقة اللي كانت موجودة قبل. فهذا غير ساحة السوق بشكل كبير في الموضوع هذا. أيضا أحيانا يعني من أخطاء اللي يصير في قراءة الاتجاهات أنه نركز على وش اللي قاعد يتغير وننسى طيب وش اللي ما راح يتغير. وهنا جيف بيزوس في أمازون قالها بشكل جميل جدا، يعني قال أنا ما يهمني وش اللي بيتغير خلال 10 سنوات، أنا ركز على اللي ما راح يتغير خلال 10 سنوات. العميل احتياجات الأساسية ما راح تتغير، العميل دائما يبغى تجربة جيدة وممتازة بغض النظر عن وش التقنية اللي موجودة. ولذلك نشوف أمازون قاعد تدخل في قطاعات كثيرة وبنجاح، لأنه اللي ما يعتمد عليه بالنسبة له مو معتمد على التقنية، ما يعتمد على أنه خدمة العميل تجي بالدرجة الأولى، معتمد على نموذج أعمال يهتم في الاستثمار في الأبحاث والتطوير، على أشياء ما راح تتغير السوق. صح أنهم يتأثرون باتجاهات هذه، لكن الجوهر عملهم مبني على الأشياء اللي ما راح تتغير. فهذه جزئية مهمة أيضا. حتى ورجعنا على ورا شوي إلى بنجامين غراهام، بنيامين غراهام اللي مشهور في عالم الاستثمار والفاليو انفستنج، استثمار القيمة. نبه لهذه في يعني أعتقد من الستينات أو قبل، قال المشكلة في محاولة التنبؤ بالسوق مو بأنه الناس أغبية وتقرأ الاتجاه بشكل خاطئ، المشكلة لا، الناس الأذكية أنهم فعلا يفهمونها، لكن يصير في نوع من المزاحمة والتنافس بحيث أنه الفائدة قراءة الاتجاه هذا صارت محيدة، وبالتالي القيمة اختفت وصارت الساحة الحمراء. فقراءة الاتجاه مفيدة بس الناس لها ذو حدين. هنا يمكن بعض المنهجيات في كيف انك تستخلص الاتجاهات. انا شخصيا يعني اشوف المنهجيات كلها سليمة، لكن الشيء الاساسي انك تتغمس في السوق، تفهم السوق، تشتغل فيه بحيث انه مع الوقت يصير عندك الحدس هذا، لانه هو جزء كبير منها فن قبل ما يكون علم. استراتيجية قراءة الاتجاهات أيضاً تختلف، يعني لما نرجع مثلاً مثال أبل ومايكروسوفت نشوف في اختلاف كبير فيما بينهم. في استراتيجية تسمى استراتيجية المبتكر، أنك أنت تبغى تكون أول واحد بالسوق، فبالتالي تبتكر مفهوم جديد وتستثمر فيه بشكل كبير وتكون أول واحد يوصل السوق، وتستثمر أنه المنطقة اللي أنت وصلت لها ما فيها الزحمة، بالتالي الأرباح جوهرة بيكون لك أو أغلب بتكون لك. في لاعبين آخرين يقول لا، أنا بكون متابع سريع. ولا تستهين ترى في فكرة المتابع السريع، بالعكس المتابع السريع أنا اشتغلت فيه فترة في مايكروسوفت وكان مبناي جنب مبنى الأبحاث والتطوير، استثمار خيالي في الأبحاث والتطوير. بس اللي هو يسويه يقول أنا ببني القدرات اللي تسمح لي أني أعرف وين الاتجاهات، وبدال ما أستثمر في اتجاه معين وحط كل البيض في سلة واحدة، بشوف وين الاتجاه اللي يبدأ يطلع مؤشرات نجاح معينة، وبالتالي أنا جاهز إني أدخل فيه بشكل قوي. وهذا المتابع السريع شفنا مايكروسوفت عملت الشيء هذا في موضوع المتصفحات وقتلت نتسكيب إلى تدخلت التنظيمات الأمريكية ووقفت الموضوع، ونشوفهم أيضا الآن في مايكروسوفت تيمز وسلاك. نشوفها نفس الشيء بين فيسبوك وسناب شات، كما طلعت سناب شات بشيء جديد مبتكر إلا فيسبوك جاهزة وطلع شيء مقابله. فيختلف هنا الاستراتيجية، هل تبغى تكون الأول في الموجة هذه أو تبغى تكون متابع سريع اللي يستفيد من الأخطاء اللي قدامه وعلى طول يجي يستفيد منها ويأخذ السوق. لأنه أحيانا في خطأ أنك تعتقد أنه الأول السوق هو الفائز، لا، الفائز الحقيقي هو الأول اللي يوصل الموائمة بين السوق والمنتج، هذا اللي فعلا يقدر يستفيد من السبق. طبعاً نماذج الأعمال محاولة فهمها جداً جداً مهمة، وهذه أحياناً تقتل بعض الاتجاهات التقنية، نشوفها معطلة بشكل كبير إلين يجي الموضوع هذا ينحل.
الحوكمة أيضا في داخل المنظومة. يعني لو نطالع مثلا العملات الرقمية، واحد من أكبر الأسباب تعطلها حاليا أنه جوهرها كان لا مركزية، لكن لما نطالع الحوكمة هي موضوع اجتماعي قبل ما يكون تقني، وإلى الآن ما حد قدر يكتشف طريقة للحوكمة اللا مركزية. فبالتالي نشوف خلافات كثيرة قاعدة تصير بالذات خارج البيتكوين في موضوع الحوكمة. طبعا الاقتصاد والتغيرات الاقتصادية اللي قاعدة تصير فيه تأثر بالاتجاه بشكل كبير. إذا أنت في اقتصاد أغلبه مثلا صناعي غير اقتصاد أغلبه مثلا متوجه إلى الاقتصاد المعرفي. الأشياء الثقافية جدا جدا مؤثرة، زي ما ذكرنا موضوع العقلية كيف يغير في طريقتك لتوظيف التقنية ومدى نجاحك في عمل الموضوع. في فترات معينة تقدر تخلق سوق جديد، في فترات ما تقدر تخلقها، فهذه أيضا من الأشياء اللي مؤثرة عليها. طريقتك لتوسيع التقنية، يعني أيضا أرجع للعملات الرقمية، واحدة من المشكليات اللي فيها إلى الآن مثلا في موضوع المدفوعات، إلى الآن ما في طريقة تنافس فيها البطاقات الائتمانية المركزية مثل فيزا أو ماستر كارد. في بطء هيكلي في عمارة العملات الرقمية هذه تصميمها. وأحيانا نشوف بعض الاتجاهات تعمل بشكل غريب، يعني لما يصير في اتجاه معين، لما تدخل أمازون مثلا في سوق التموينات وسوبر ماركت، في لاعبين رقميين استفادوا مثل إنستاكارت في أمريكا اللي هم زي نعناع هنا في السعودية. فشفنا أكبر شركات السوبر ماركت في أمريكا اتجهت الإنستاكارت في الفترة اللي كانت إنستاكارت تحاول تجذبهم تستقطبهم، ما أعطوها يعني اهتمام وقتها، إلين دخلت أمازون في الساحة فتغيرت المعادلة. ففي نظرية اسمها جانس، لأن جانس هو أسطورة يونانية كان له وجهين، فدائماً إذا قدر لاعب جديد يسيطر على السوق، هذا اللاعب الجديد له نموذج أعمال معين يخلق فراغ يقدر يسمح اللاعب آخر رقمي أيضاً يستفيد من خوف بقية سلسلة القيمة ويدخل فيه. الآن واحدة من أكبر الشركات المستفيدة في التجارة الإلكترونية اسمها شوبيفاي. شوبيفاي استفادت أنه أمازون خوفت محلات التجزئة وقتلت فكرة أنه يصير لهم هوية خاصة فيهم، كل شيء باع من خلال أمازون وكل الناس في أمازون زي بعض، ما في أي تميز. بينما شوبيفاي أعطاهم وسيلة أنه لا، أنت حافظ على هويتك، حافظ على شعارك، على علامتك التجارية، إحنا نساعدك في من خلف الكواليس. يمكن أنا أخذت كثير من الوقت، بس بفتح المجال للأسئلة، بس بشوف إذا في هنا أيضا أحياناً، وهذه مشكلة نشوفها هنا في الاستثمار، من فوائد الاتجاهات أنك تقدر تشتغل على حاجة اسمها أطروحة آلة الزمن. إيش قصدي بآلة الزمن؟ أنك تشوف الأسواق اللي الاتجاهات تبدأ تحقق فيها قبل، أسواق متقدمة زي مثلا أمريكا، وبعدين تقدر تقول أوكي إذا اتجاه هذا فعلا راح لأمريكا أول وبعدين وصل الصين، فاحتمال كبير أنه يوصل السعودية، فبالتالي يطمنك من ناحية تحقق الاتجاه هذا وتقدر تدخل فيه بدري قبل اللاعبين المحليين الآخرين. بالمقابل يعني أحيانا ما يحتاج أنك يعني تقلد الاتجاهات هذه. أنا كنت في الصين العام الماضي وسألت أحد الصينيين في البرمجيات، قلت له غريبة يعني الصينيين كيف تفوقتوا بالبرمجيات على اليابان وعلى كوريا الجنوبية رغم أنهم كانوا متقدمين كثير عليكم في موضوع التقنية. فذكر لي حاجة يعني لفتت نظري أو يعني فتحت عيوني، خلنا نقول قال هم في اليابان عفوا وفي كوريا الجنوبية كانوا أغنياء وكان الجميع عنده حاسب شخصي، بينما إحنا ما كنا نقدر نشتري الحاسبات الشخصية، كانت غالية جدا. إلين جت الجوالات أو الهواتف الذكية وبدأنا نستخدمها. فبالتالي العقلية التطوير عند أهل عند السوق الياباني أو السوق الكوري كانت متمحورة حول الحاسب الشخصي، بينما إحنا في الصين اضطرينا نستخدم أو نطور فقط الهواتف الذكية. فبالتالي صار في قفزة للتقنية، قفزة هم أجبروا عليها، لكن كانوا محظوظين جدا أنهم قفزوا هذه ولا حاولوا يبدون
من اول الموضوع، بالعكس بدوا من حيث انتهى الاخرين وقدروا يتقدمون على السوقين هذه. ما صرنا نسمع، وبدينا نسمع حتى ان الصين الان هي اللي تخلق اتجاهات، شفنا مثلا تيك توك او في موضوع اللوجستيات وموضوع التجاره الالكترونيه او حتى موضوع المدفوعات، الصين متقدمه على بقيه العالم فيه. فهذه يمكن مختارات كذا وخواطر حبيت اشاركها معكم. اسف امجاد طولت شوي، لكن ارجع لك الميكروفون. لا بالعكس استاذ وليد، يعطيك العافيه. احنا نحتاج نسمع اكثر، واذا عندك اكثر ترى يعني جدا متحمسين. لكن خلينا ناخذ كم سؤال موجود عندنا، وبعدها نشوف على اخر دقيقتين اذا في حاجه ودك تضيفها بشكل عام. جميل. طيب في هنا عندنا سؤال بالنسبة إلى المجال التقني الحالي، في حال لما يكون الشخص اللي عنده فكرة تقنية أو يبغى يأسس مشروع تجاري في هذا المجال ما عنده أي خبرة تقنية أو أساس تقني، كيف ممكن يقدر ينجح في السوق؟ وهل وش يحتاج عشان يقدر فعلا يدخل بهذا المجال؟ جميل، سؤال يتكرر كثير، وأبغى أذكركم بالشريحة اللي عرضتها في السابق عن كيف أنه رخصت التقنية بشكل كبير عشان تبدأ شركة ريادية. يعني في عام 2000 قبل 20 سنة 5 مليون دولار، اليوم يعني 500 دولار 50 دولار يمكن حتى ببلاش كثير من الأفكار. التطوير التقني تقدر تعمله بشكل شائع، التقنية ليست هي المعضلة، المعضلة الآن فهم السوق، فهم احتياجات السوق، وهذه تختبرها ليس من خلال بناء منتج كامل من اليوم الأول، لأنه يكون عندك كثير من افتراضات خاطئة. فلي أنا صفيات رياديين أو أي واحد عنده فكرة جديدة أو حتى داخل شركات كبيرة، أول شيء يعني تذكر أنه ما في لا جديدة تحت الشمس، أكيد كثير غيرك حاولوا حل نفس الإشكالية هذه. فحاول تشوف إيش استراتيجيات اللي استخدمت، وإيش اللي نجح وإيش اللي ما نجح، اللي ما نجح ليش، هل ممكن تحاوله بطريقة مختلفة وينفذ بشكل صحيح ولا لا. وبعدين أبدأ في تطوير نموذج أولي وابدأ اختبر فيه شهية السوق للموضوع هذا. أول ما تنزل السوق راح تكتشف كثير من الافتراضات الخاطئة عندك، راح تكتشف فيه منافسين يشتغلون بالسوق ما كنت تدري عنهم، وراح تكتشف طلبات العملاء الحقيقيين، وش السوق اللي يبغاه. بيقولوا لك نبغى الخاصية الفلانية، نبغى الخاصية العلانية، لا نبغاك تتمحور وتروح للشيء الثاني اللي فعلًا احنا نحتاجه. فالابتكار هو في جوهره تجريب، وشطارتك هي في تصميم التجارب هذه بحيث أنه تكون أرخص ما يمكن في البداية وأكثر ما يمكن. جميل. واحدة من الأشياء اللي احنا درسوناها في مايكروسوفت من دورات الإجبارية اللي أنا اضطريت نأخذها هو كيف منهجية الاختبار، كيف تختبر وكيف تصمم تجارب. وهي شركة غنية وعندهم كل الموارد وعندهم يعني القدرة أنهم يصلون لأي مكان في السوق، فما بالك بواحد شخص أو شركة صغيرة يبغى يدخل السوق. دخول مباشرة مرة واحدة أعتبره خطأ كبير، بالذات أنه يعني الخيارات الأخرى الموجودة المتاحة جدا سهلة. جميل جدا. بما أن إحنا لسه في سؤال التقنية، الآن لنفترض أنه في شخص فعلا عنده تقنية ويبغى يعرف هل هي مناسبة للسوق ولا لا، الأشياء اللي يحتاجها عشان يتأكد هذه التقنية راح تكون ملائمة للسوق المحلي. إذا كان الابتكار تقني فعادة يعني من زمان احنا قدام كنا نسميه التطبيق القاتل، كيلر آب. الآن التسمية الجديدة هي الموائمة بين المنتج والسوق. فالتحدي الأصعب للتقنية أنك تجد وين السوق مناسب للتقنية هذه في مرحلة النضج اللي موجودة فيها. وهنا يعني يساعد أن الواحد يعني يختلط بالمنظومة. وين تعتقد أن التقنية هذه لها احتياج أكبر؟ تكلم مع أهل السوق، تكلم مع الناس اللي لهم اهتمامات مشتركة، ابحث القراءة، لأنه اللي معاه مطرقة أحياناً يطال العالم كله أنه مسامير، فبالتالي أعتقد أن التقنية يعني هي الحل. أنا مهندس سابق، اشتغلت على تصميم معالجات تقنية، فأقدر أقول أني يعني أديت الواجب التقني، وأقدر أقول بنفس الوقت أن التقنية ليست الحل، التقنية هي أداة. التقنية اللي معك يبغالك تجاوب على سؤال واحد، كيف التقنية هذه تساعدني على عمل شيء بطريقة مختلفة بحيث أن يكون أفضل وأسهل وأسرع بأضعاف المرات، يعني مرتين ما يكفي، ثلاث مرات ما يكفي،
إذا هي 10 مرات أو أكثر وقتها تعرف إنه هذا المكان اللي يبغالك تشتغل عليه. جميل. طيب في عندنا سؤال بخصوص الفينتك اندستري أو التقنيات المالية، إيش رأيك للتوجه في هذا القطاع؟ و يعني ليه إلى الآن التقنية تعتبر غالية وتحتاج رأس مال عالي في السعودية؟ في السعودية يعني الاتجاه جيد، يعني شفنا الأسبوع الماضي الصندوق سامة أعلنوا تصريح بشكل تجريبي لتسع شركات، والشركات هذه كلها جايب نماذج مبتكرة وتخدم أشياء مختلفة. لكن الاتجاه اللي أطول منه مدى اللي أنا مؤمن فيه وقاعد أشوفه أن التقنية المالية مصيرها بتكون خاصية على منصات أخرى. وإيش قصدي هنا؟ ما راح نشوف مستقبل التقنيات المالية كمنتجات مستقلة بحد ذاتها. الآن مثلاً كريم واحدة من الشركات اللي حصلت تصريح من سامة، أوبر نفس الشيء. فالتقنية المالية فترة هذه يمكن نشوفها كمنتجات مستقلة، لأنه فيها نوع من التحدي التنظيمي، فيها نوع من التحدي التقني، لكن في نهاية المطاف هي تؤدي غرض واحد اللي هي مساعدة الناس على أداء يعني مهمة معينة ليست فقط مالية. الفلوس نحتاجها ليست لذاتها، إنما تحقيق أمور أخرى. فتحقيق أمور أخرى هذه يتم خلال المنصات اللي نشوفها، سواء منصات النقل، منصات الأكل، منصات الاجتماعية. فأنا شخصيا إذا أحد يعني يبغى نصيحتي في التقنية المالية، نعم اشتغل عليها وراح تتحقق، لكن خذ بالك أن يعني مستقبلا لن تكون في الغالب مستقلة بذاتها، اللهم أشياء اللي جدا متخصصة اللي يمكن ما تكون موائمة للمنصات العامة. جميل. حتى نون طلعت تصريح مؤخرا، فالسي سي عندها تصريح للمحفظة، فنتكلم عن المحافظ، نتكلم عن الإقراض، نتكلم عن التمويل. هذه كلها يبغى نفكر على المدى الطويل وين مستقبلها وش دور الفلوس اساسا. فانصح قبل ما تفكر مستقبل التقنية المالية تقرا في تاريخ الفلوس، تاريخ النقد، موضوع جدا لذيذ، وراح تشوف جوهر النقد في اساسه وش الغرض منه، وهذه يساعدك على فهم اللي بيصير مستقبلا. جميل جدا. ما لنا في طار الفلوس، فينا عن سؤال عن الاستثمار. إيش هو مستقبل الاستثمار في مرحلة البري سيد والسيد ليفل الستارتاب الموجودة في السعودية؟ سؤال جميل. أنا يمكن متحيزة شوي لأني جاي من جانب استثمار رأس المال الجريء. الآن إحنا شايفين رأس المال الجريء يعني بقوة داخل في المراحل المبكرة، وبدعم من الجهات الحكومية حتى، وكذلك إن الفرص في أغلبها في منظومة يعني في بداياتها زي المنطقة أغلبها موجودة في المراحل المبكرة هذه. بالمقابل نشوف في بدائل للتمويل، البدائل هذه موجودة في مثلاً التمويل الجماعي زي الآن منافع وسكوبير، موجودة أيضاً في منصات الإقراض اللي إحنا نسميها من شخص إلى شخص peer to peer، وهذه أيضا نشوفها في لندن مثلا، نشوفها أيضا في التمويل من خلال العملات الرقمية. في فترة من الفترات كان في اكتتابات الأولية للعملة وهذه طلعت فيها مشاكل كثيرة لو راحت. فالبدائل كثيرة جدا، وبنفس الوقت إذا أنت قاعد تعمل على حاجة يعني نموذج موجود بقية العالم، يمكن ما تحتاج التمويل زي ما كنت تحتاجه أول، لكن بالمقابل إذا تبغى الفرص الحقيقية فأنا أنصح في فيديو جدا جميل لشخص اسمه بنديكت إيفانز اسمه نهاية البداية، وراح يشرح لك يعني تصور أنا أتفق معه وين الفرص اللي موجودة خلال السنوات الجاية وش نوعية التمويل اللي لازم لها. ممتاز. طيب في عندنا آخر سؤال راح نأخذه، إيش الاتجاهات المتوقعة لأفضل الاستثمارات في ظل الظروف الراهنة، وما هي المعايير اللي يقيمون عليها الفي سي؟ جميل. السؤال يعني أتوقع منبعه أنه
الناس شايفة الأضرار اللي قاعدة تصير في الأسواق حول كل العالم، وبنفس الوقت في ضبابية كبيرة وين يعني بتروح. تكلمنا عن صعوبة التوقيت أيضا، فأنا نصيتي يعني في ظل تضارب البيانات وعدم وضوحها أن الواحد يبسط نموذج القرار عنده قدر الإمكان، لأن تعقيدها راح يدخل عليك تشويش وتوصل إلى درجة أنك تصدق القصة اللي أنت خلقها. لو طالعنا تاريخيا في الأزمات السابقة، يعني زي الأزمة اللي صارت بين 2006-2009، زي الأزمة اللي صارت في عام 2000 أو حتى الأزمات السابقة لها، دائما تطلع من رحم الأزمات هذه شركات كبيرة. يعني Airbnb لولا أزمة 2008 كان يمكن ما شفناها حاليا، والمفارق أن الأزمة الحالية يمكن تنهيها أو على الأقل يعني تحد نموها بشكل كبير. اللي أنا أنصح فيه أنه نرجع لقاعدة أمارة، فكر في الاتجاهات طويلة المدى. يعني هذه أزمة إن شاء الله بتعدي، الظروف المهيئة للابتكار دائما موجودة، وبالعكس إذا صار في شيء من أزمة كورونا فالاتجاه الرئيسي فيها أنه تسريع للتحول الرقمي، تسريع لطروحة أن البرمجيات تأكل العالم. كمية الناس اللي دخلوا على العالم الرقمي خلال الأسابيع يمكن ما كنا بنشوفها خلال سنوات. نتفليكس أمس أعلنت نتائجها في الربع الأول بس دخل 15 مليون مستخدم، أكثر من يدخلوا في بعض السنوات اللي بين 2012 و2015 مجتمعة. شوبيفاي التجارة الإلكترونية نمت بشكل كبير، ونفس الشيء قاعد نشوفه هنا في السعودية. يعني لا تبني كثير على الضبابية هذه، أو لا تحاول تتذاكى على بناء انتهازية للفرصة. اللي أنصح فيه اقرأ الاتجاهات طويلة المدى، وعلى قولتهم خلك طماع بس طماع على المدى الطويل. جميل، يعطيك العافية أستاذ وليد. كذا تكون انتهت أمسيتنا اليوم، شكري لك قبول دعوتنا وإثراءنا بهذا الموضوع الماتع. شكرا أستاذ نوف على ترجمة اللقاء اليوم، وشكر ممتد لكم أيضا حضورنا الكريم. نراكم جميعا بإذن الله في سلسلة ويبينارات علم الرمضانية. شهر عليكم مبارك، نسأل الله أن يزيل هذه الغمة، طابت ليلتكم وفي أمان الله.